سلام بنات، كيف دايرين؟ لاباس عليكم؟ كل شيء بخير، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. مرحبا بكم في القناه ومرحبا بكم مع فيديو جديد. الفيديو ديال هذا النهار البنات كيف كتشوفوا مصايبت معكم البريوات ديال كاوكاو اللي كيجيو غزالين ورائعين. البنات كنتمنى الفيديو ديال هذا النهار ينال الاعجاب ديالكم، خليكم معايا حتى الاخر باش تشوفوا الطريقه ديال هاد البريوات هادو والمقادير بطريقه مفصله وبسيطه وسهله كيف عودتكم دائما. البريوات كيف قلت لكم دابا هاد الكاوكاو غادي نشدو غادي نديرو يتحمر. عندي هنا عندي القياس 2 كيلو ديال الكاوكاو، غنديرها كامله تتحمر دقه واحده. وهذا وبالنسبه للكاوكاو البنات خديت هاد الصغير، هذا البلدي. الصراحه انا جربت هذاك الكبير وجربت هذاك كيكون مفسخ مقاد مصايب، ولكن البنات النتيجه ما كت المذاق ما كيعطيكش نفس ديال هذا ديال هذا البلدي الصغير، واخا هو كيعذب في التنقيه ديالو، ولكن بالنسبه للنتيجه وبالنسبه للمذاق كيجي غزال غزال بهذا الكاوكاو هذا. فصافي دابا غادي ندخلو يتحمر البنات في الفران، ديك الساعه نتلاقاو باش نوريكم الطريقه كيفاش غادي نكملوها مجموعين. شوف بديت كنقشر فيه، المهم كتبقاو غير هكا تيولي هكا كتقشر، هو راه شويه بعض الوحدين ما كيبغوش شي وحدين ما كيبغوش يتقشروا، ولكن ماشي مشكل نبقاو نديرو معاهم خاطر حتى كنكملو كلشي. انا ما شاده دابا بايد الكاميرا وايد كندير فيها، فملي كنكون ما شادش كاميرا راه كندير جوج ليبتين دغيا غدا نكمل. الكاوكاو اللي غنديرو في البريوات كيف شفتو راه صايبت هذا، حمرتو في الفران وقشرتو، واخا يبقاو فيه هاد يبقاو فيه قشور شويه ماشي مشكل. عندي جوج كيلو هنايا وعندي نص كيلو ديال السنيده، تقدروا ديروا كثر حيت انا ما بغيتهمش يجيو حلوين بزاف. وعندي جوج معالق ديال القرفه وعندي المزهر. المزهر البنات غادي ندير على حساب الخليط تيجمع ليا وصافي. المهم غندوز دابا نطحن كاوكاو مع السنيده. انا ناخذ واحد الكميه ندير على السكر، المهم غنبقى نطحن نكمل السكر كامل مع هاد الكاوكاو. الكاوكاو ديالي طحنتو كامل مع ديك السنيده كيف كتشوفوا. المهم راه ملي كديروا لي بحال هكا راه كيبدا يتجمع. انا غنزيد عليه دابا القرفه، جوج معالق ديال القرفه، وغادي نزيد المزهر. وغادا نعجنو تيولي ليا عقده. واصلا الكاوكاو راه كيبدا يطلق داك الزيت ديالو، تقويو حتى تشوفوا كيفاش غادي يخرج ليكم. زيدوا بشويه بشويه. نزيد شويه كتشوفوا كيخرج ليا على هذا الشكل. كتبقاو تزيدوا في المزهر حتى يتعلق ليكم كيف كتشوفوا. بالنسبه للزبده والبيض انا ما كنديرش البيض، كاين اللي كيدير فيها البيض كاين اللي كيدير فيها الزبده، انا ما كنديرش البيض وما كنديرش الزبده، كنخلي داك الكاوكاو يتعلق بوحدو كيف كتشوفوا. صافي على الشكل كيبدا يتكور، غير كيبدا يتجمع يتكور صافي حبسوا. صافي البنات دابا غادي ندوز باش نكورها ونبدا نصايبو في البريوات. Thank you.
الشيء الاخر. عندي هنا الورقه كيف كتشوفوا كبيره، غنثنيها على جوج وغادي نقطع. هادو اللي قطعتهم غنحيدهم ونخليهم هنايا في البلاستيكه باش ما ينشفوش ليا. غادي نلويهم في البلاستيكه وغنخلي غير وحده اللي غنخدم بها. هادو غنخليهم هكا على جنب حتى نسالي. ثلاثة ولا أربعة قدامي باش نخدمهم دقة وحدة. هنا البنات كناخذ واحد هكا زلافه كندير فيها شويه ديال الفورص وكندير معاها الماء كنخلطهم وكنبدا نسد بهم البريواج باش ملي نبدا نقلي فيهم البنات ما يتحلوش ليا مع الزيت. البريواج كاملين كيفوريتكم قبيله. المهم كي تشكر اي واحد كيعرف يدير البريواج، الا ما كنتوش عارفه تلوي بحركه البريواج ديال السيجار راه ساهل ساهل، ما درتوش حيت الورقه ديال السيجار كتقطع عريضه شويه والبريواج كتقطعوا شويه رقاق. المهم دابا بنتردد الزيت كيسخون غادي ندوز باش نقلي هاد البريواج كامل وغنشوفو معاكم.